إلى متى تستمر معاناة المعلمين النازحين وانقطاع رواتبهم؟ لماذا يتم تجاهل التوجيهات بصرف مرتباتهم رغم مضي 3 سنوات على هذه المشكلة؟ ما تأثير غياب حق الحياة للمعلم وانعكاسه على العمليات التعليمية وجيل من التلاميذ؟ أهلا بكم. قبل أكثر من عام ونصف ناقش المساء اليمني في إحدى حلقاته مشكلة المعلمين النازحين في عدن ليمر العام والنصف ولم تحل قضاياهم. معاناة المعلمين النازحين من تأخر صرف مرتباتهم تمتد لأكثر من 3 أعوام لتقابل بتقاعس الجهات الحكومية عن توفير حلول لمشكلة صرف المرتبات الخاصة بهم، الأمر الذي يفاقم من وضعهم الإنساني في ظل ظروف التشرد والنزوح. انتقادات حادة لحرمان التربويين النازحين وعرقلة صرف مرتباتهم، وإهمال واضح من قبل وزارة التربية والتعليم والمالية أيضا، وتعامل لا يليق بمكانة هذا المعلم الذي حمل رسالة القلم وقاوم كل ظروف كي يوصل رسالته. الكثير من الأوامر من الحكومات المتعاقبة دون جدوى، فما المطلوب أكثر ليلتفت المعنيين لمعاناة بناة الجيل؟ من تكون حتى تغاب الوزير؟ لم تشفع لهم مكانتهم العلمية ولا قداسة التعليم، ليتركوا وجها لوجه مع أشد الظروف قساوة. نزوح وانقطاع مرتباتهم وإهمال من السلطات يفاقم أوضاعهم. واليوم تقول لي متبهزلا بي، من تكون؟ المعلمون خيبة أخرى تضاف لهذا البلد المنكوب، وهم يواجهون مأساة مضاعفة. في صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يدير المؤسسة التعليمية أحد المتطرفين يحيى بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الميليشيا الذي حول المدارس إلى مراكز تعبئة وتثقيف طائفي، وحول المدرسين والتربويين إلى عمال من دون أجر. هرب الكثير من المعلمين إلى عدن عاصمتهم المؤقتة، حيث مؤسسات الدولة الضامنة والحامية، أملاً بالحياة الكريمة التي تليق بمعلم وإنسان، لكنهم اصطدموا بجدار من اللامبالاة، وسرعان ما رمتهم الأقدار في مخيمات النزوح مع عائلاتهم ومساكن لا يقوون على دفع إيجاراتها. قرار رئيس الجمهورية إلى يومنا هذا لم نستلم، ونريد مساواتنا بالمحافظات الأخرى زي مأرب، زي ما محافظة عدن، حضرموت، كل مناطق المحررة يستلمون إلا نحن النازحين في هذه المحافظة. نحن النازحين اليوم نعاني الأمرين، نحن اليوم يعني نعاني من الإيجارات. الإيجار اليوم ما يكفيش، حتى الراتب نفسه ما يكفيش أن يكون يعني إيجار لبيت. تهدر كرامة المعلمين على أبواب وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة، بل وأمام الحاجة التي تكسرهم أمام أطفالهم وأسرهم. ولسان حالهم، ما الذي يفرق بين سوء عصابة صنعاء الانقلابية وإهمال شرعية عدن؟ قرابة 14,000 معلم يعبر وضعهم عن سوء الحال الذي وصلت إليه البلاد من قبل مسؤوليها ورجال الدولة القائمين على مؤسساتها. كل شيء يعني لا يأتي الراتب إلا حينما نقوم بمظاهرات أو نقوم باحتجاجات. نحن نطالب من وزارة التربية والتعليم أن تتقي الله في هؤلاء المدرسين. نسيتم أيها الوزراء، نسيتم أيها المدراء، يا من تجلسون على كراسيكم، نسيتم ذلك المعلم الذي كان يعلمكم؟ نسيتم أن هذا المعلم الذي رباكم وعلمكم وأخذ شيئا من جهدي ومن حياته، الآن لما السد ساعدكم وقويت ظهوركم واستندتم على كراسيكم الدوارة، الآن تأخذوا سهامكم وتضربوها على هذا المعلم المسكين؟ يقولون إنه ورغم التوجيهات بإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمعلمين النازحين واستكمال إجراءات صرف مرتباتهم عبر وزارة المالية، إلا أنه وبعد 3 سنوات على المشكلة لا تزال السلطات المعنية غير قادرة على معالجتها أو لا تريد ذلك، تاركة المعلمين في حال يشبه حال البلاد التي تعصف بها ميليشيا تدرك ما تفعله ولا ترحم، وشرعية لا تدرك ولا ترحم. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية دكتور ناصر المقرمي، عضو الهيئة الإدارية لجمعية المعلمين النازحين والمنقولين من عدن، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير دكتور ناصر. مساء النور أستاذة، وأهلا وسهلا بكم.
أهلا بك دكتور ناصر، وبداية نود أن تحدثنا عن أزمة رواتب المعلمين النازحين كأبرز مأساة تعيشونها اليوم. يعني نريد نحن والسادة المشاهدين معرفة طبيعة الإشكال الحاصل لديكم أنتم كمعلمين نازحين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. ثم ما بعد، المشكلة الذي بيننا وبين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية مشكلة لا ندري من أين نبعت، لكن هناك إجحاف وجدناه، وهناك تعصب من قبل وزارة التربية والتعليم ومن قبل وزارة المالية بقطع رواتب أو تأخير أو توقيف رواتب الإخوة المدرسين النازحين. لا ندري ما السبب، في كل مرة يتحججون بشيء، يتحججون بالمباشرات فنأتي لهم بالمباشرات، ثم بعد ذلك نفاجئ بانقطاع المرتب، تكرار عدة مرات حصلت هذه الأمور. نحن نريد أن نفهم ما الذي يجري، ماذا تريد وزارة التربية والتعليم وماذا تريد وزارة المالية. نحن المعلمون النازحون للأسف الشديد نفاجأ بأن هناك هجمات ضد هؤلاء النازحين. أقول وبصراحة يا وزير التربية ويا وزير المالية، يكفي معاناة لهذا المعلم الذي نزح من مكان الحرب إلى منطقة المحررة في عدن، يكفي هذا. نعم، كم عددكم أنتم المعلمون النازحون دكتور ناصر؟ عدد المعلمين النازحين بلغ حوالي 14,400 ويزيد، بل أن هناك إحصائية جديدة وصلتني البارحة تقول أن عدد المدرسين النازحين وصل إلى أكثر من 15,000 معلم نازح. هؤلاء نزحوا من مناطق الحرب، من البيضاء، من الحديدة، من صنعاء، من الأمانة، من كل مناطق الحرب الذي في المناطق الشمالية الغير محررة. إلى الآن الذي كانوا يستلموا هم عددهم قليل جدا، 4,041 نازح فقط لا غير، معلم نازح، والباقي حتى الآن لم تصرف لهم رواتب، رغم أن الدفعة الرابعة هناك قرار من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأستاذ أحمد الميسري بصرف رواتب الدفعة الرابعة وكذلك بقية الدفع، لكن للأسف الشديد لا ندري، توقف القرار عند وزارة المالية ولم يخرج. لماذا لم يخرج؟ كم صار الدفع دكتور ناصر؟ يعني أنا أتذكر قبل عام ونصف ناقشنا وكان عدد الدفع 4 دفعات، وكانت الإشكالية عند الدفعة الرابعة تقريبا، الآن كم صار عدد هذه الدفع؟ العدد 7 دفع إلى الآن، إلى الآن في المسجلين من الرابعة إلى السابعة توقف عليهم الصرف نهائياً، يعني لم يستلموا شيء، أو منذ متى بدأ هذا الإشكال بالضبط؟ لم يستلموا أي شيء، هذا الانقطاع بدأ في عام 2018 من بداية شهر يناير 2018. نعم. حتى الآن لم نستلم أي شيء من الدفعة الرابعة إلى الدفعة السابعة. البقية الدفعة الأولى الرابعة هل مستمرين يعني الثلاثة الأوائل هل مستمرين بالدفع لهم؟ لا توجد لديهم مشاكل؟ الثلاثة الدفع الأوائل الأولى والثانية والثالثة يستلموا وينقطع، هناك رواتب 3 أشهر من 2017 حتى الآن لم يستلموا، قطعت لا ندري لماذا، أين تذهب هذه الأموال؟ أموال يعني 4,000 مدرس قطعت 3 أشهر، أين تذهب هذه؟ وأيضا رواتب شهر نوفمبر ديسمبر 2019 موقفة ومقطوعة حتى الآن، حتى هذه اللحظة رغم انتهاء السنة المالية لعام 2019 لم تسلم لهم. يعني تقريبا المشكلة مركبة دكتور، يعني هناك مجموعة يعني كانت منتظمة في الاستلام وتوقفت منذ نهاية 2019، وهناك مجموعة لم تستلم منذ بداية 2018 وهي ربما المجموعة الأكبر. يعني أنت تحدثني الآن عن 4,000 مشمولين ضمن الدفع، بقية 15,000 يعني رقم غير قليل، ما مصيرهم؟ هؤلاء مساكين، بعضهم يعمل في المطاعم كمباشر، وبعضهم مكنس في المطاعم، وبعضهم يتسول في المساجد للأسف الشديد، وبعضهم انتقل من مربي للأجيال إلى مربي للأغنام، وبعضهم للأسف الشديد تحول إلى
مسح مغسل سيارات وما إلى ذلك. وهنا كرامة المعلم في بلدنا الحبيب، في بلد الحكمة وهينت كرامة هذا المعلم، هذا المربي الذي ربى هؤلاء الوزراء والذي علمهم وتعب عليهم وسهر عليهم وهينت كرامته. ما الذي يريدون؟ يريدون تطور في العلم في التعليم؟ لا يمكن، لا يمكن أن يتم تطور في التعليم ما لم يكن هناك اهتمام بالتعليم. نحن ناشدناهم بالمنطق ما قبلوا، ناشدناهم بالمسؤولية رفضوا، ناشدناهم بالنظام والقانون تجبروا، ناشدناهم بالجوار والمواطنة تكبروا علينا، ناشدناهم بالأخلاق تبرؤوا منا. بماذا نناشدهم؟ ما الذي بقي لنا؟ نحن المعلمون للأسف الشديد ما زلنا نرضخ تحت ويلات وزارتين هما الذي يتحكموا بكرامة هذا المعلم وبقوت أولاد هذا المعلم. نعم. الآن 15,000 المعلم النازح، هل هم جميعا منضوون تحت جمعية المعلمين النازحين؟ هل يتم مطالبة يعني المطالبة بحقوق هؤلاء جميعا، أم أنهم طالما يعني ليسوا ضمن الدفاع فلا حقوق لهم؟ والله هؤلاء ال 15,000 ضمن جمعية، لكن الجمعية حتى الآن هناك عراقيل من الشؤون الاجتماعية بالموافقة على إخراجها، لكن ما زالت تعمل وما زلنا نعمل في إطار الجمعية، لأن لو تفتتت الجمعية سيتفتت هؤلاء المعلمون وستصبح المطالبات يعني مشوشة، ستكون هناك اعتصامات مختلفة وهناك ربكة لدى وزارة المالية ولدى وزارة التربية والتعليم. لكن نحن بما أننا معلمون لدينا فكر ولدينا عقل ونعلم أبناءنا الفكر والعقل السليم، نحن قررنا أن نسعى في هذه الجمعية لتقوم بمهمة جميع هؤلاء المعلمين 15,000 معلم. نعم نحن نتألم لآلامهم، ووالله لقد رأيت أحد الإخوة المعلمين قبل عيد الأضحى يأتي وزير الدولة للأمانة العاصمة في الشرعية ليوقف رواتب أمانة العاصمة، رأيت بعضهم يبكي ورأيت بعضهم لا يستطيع أن يأتي لأسرته لأولاده في ليلة العيد نصف حبة دجاجة. بالله عليكم أيها الوزراء، يا من تنعمون بالخرفان وتأكلون اللحوم، أما تستحوا أمام هذا المعلم لتقفوا له وتعتذروا منه على ما فعلتم به؟ أما يجب لهذا المعلم أن يقف له الجميع احتراما وتجليلا وتمجيدا لما قدمه في الأيام الماضية؟ إن الأمم لا خير فيها إذا أهين المعلم، إذا أهين المعلم ليس هناك خير في أمة ولن تستطيع أن تنهض. أنا أتحدى أي رجل أن يأتيني بأمة نهضت أهين كرامة العلم والتعليم والمعلمون، أتحداهم. كل الأمم التي سقطت أمم أهملت التعليم، أمم أهملت المعلم. انظروا إلى جيراننا في دول الخليج، انظروا إلى دول أوروبا كيف تهتم بالمعلم، انظروا إلى اليابان، انظروا إلى أمثلة رائعة ونشاط بارع وتقدم في التعليم. السبب احترام المعلم واحترام العلم ومناهج التعليم والطالب. نعم، إذا اسمح لنا دكتور ناصر أن ينضم معنا المعلم حمدي عيدروس وهو معلم نازح من صعدة عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ حمدي. أستاذ حمدي، دعنا نسمع منك، من أين بدأت قصتك؟ بدأت قصتي أولاً أنا موظف 20 سنة في جبال صعدة. نعم. مغترب داخل، أنا من محافظة لحج، مغترب داخل وطني براتب زهيد 20 عام بيض شعري، أصيب بحالة نفسية ثم إلى نازح في محافظتي في لحج. صرفت لي رواتب 5 رواتب عبر الكريمي، 4 رواتب دفعة وشهر منفرد. بعد 20 يوم تمت وزارة المالية بسحبها أمانات بتأخري عن استلامها بسبب ظروف مرضية. ذهبت إلى وزارة المالية إلى عند الوكيل، طلب مني مذكرة. ذهبت إلى وزارة التربية، طلبت مذكرة وزارة التربية، قالوا أمره مرتبط بالوزير رملس حتى يأتي الخارج. سنة وأنا أتابع المذكرة حتى تعرفت على كوكبة طيبة في وزارة التربية والتعليم، سوف أقدم لهم الشكر في نهاية هذه المداخلة.
ساعدوا لي على خروج مذكرة بصرف رواتبي من حصة الأمانات. ذهبت إلى الوزارة المالية، غابت الوكيل وقدمت له المذكرة. قال لي أوه تأخرت، لو قدمت قبل شهر كنا صرفناها لك، ولكن أتى أمر من الوزير بمصادرتها لتسديد نفقات الدولة. قلت له اكتب لي هذا الكلام على المذكرة، رفض، قال هذا لا مش مرتبط بي، انتظر حتى يأتي الوزير. أتى الوزير وأعطاني رقم أتواصل به حتى يأتي الوزير، سليمان البروني مع أتى الوزير. تواصل بهم كانوا يردوا علي، حتى أتى الوزير لم يرد علي أي أحد. أديت إلى الوزارة، قدمت اشتري مقابلة، رفضت هذه المقابلة، قدمت المذكرة عبر البريد لدخولها إلى الوزير. دخلت إلى الوزير المذكرة وعلق عليها سيادة الوزير أو معالي الوزير، علق عليها الأخ الوكيل للإفادة. ثم ذهبت إلى الوكيل، ولكن لم يعلق عليها أي إفادة سوى خط تحت أسماء أشهر من الرواتبي، خط مستقيم. أتيت أطالب بها المذكرة ورقمها 6006، أعطيت لي من شباك خدمة الجمهور. قلت لهم إيش هذا؟ قال هذه فكرتك. قلت وين الإفادة؟ قال الإفادة هي هذا الخط، وهو عبارة عن إشارة تدل على أن تم مصادرة رواتبك لتسديد نفقات الدولة. قلت له يا أخي اكتبها كتابة ويعيدها إلى الوزير. قال لي خذ مذكرتك وإلا سوف ترمى بالدرج وتضيع. ونودي على العسكر لإبعادي الشباك، أخذت مذكرتي وخرجت أطالبهم بمقابلة الوزير. قالوا قيل لي من تكون حتى تقابل الوزير؟ من أكون أنا؟ من أكون حتى تقابل الوزير؟ ولا يعلم الوزير بهذا الكلام، أظن ما يرضاه. سالم صالح بن دريك. طيب لماذا الأخ الوكيل يرفض كتابة إفادة على المذكرة كتابيا ويكتفي بها شفويا؟ تم مصادرة راتبك لتسديد نفقات الدولة، هل يستحيل يكتب هذا الكلام على المذكرة أو يستحيل يقول الحقيقة؟ تم مصادرتي تسديد نفقات شخصية. نعم. حيل العدالة، ماذا يريدون ينتظرون؟ أنا عندي تقرير مرفق بالمذكرة تشرح ظروفي النفسية. ماذا يريدون؟ أحرق نفسي أمام الوزارة حتى يلتفتوا لي. أنا الآن لو تنظري إلى أنا الآن من مدرس في فترة الآن الإضرابات، أنا حارسي في خور بكسر بقارب نادي استراحة النفط، حارسي في أرضية على مؤذنة. هذا هو وضعي الآن. نعم. ولو فيا حبذا لو تزوروني في هذه الأرضية وتصوروني حتى يرتاح رئيس الوزراء والمسؤولين الباقيين، يشوفوا وضع المدرسين الذي لا يتجاوز راتبه $100. $100 لا يتجاوز راتبي غير $100، بينما حارسي في احدى المنظمات يستلم $600. نعم. وانا لا يتجاوز راتبي حوالي $100، لا تكفي 10 ايام صحيح لا تزيد نفقات منزليه. طيب انا اشكر هذه القناه اتاحت الفرصه لي. نعم، ساتيح لك فرصه اكبر استاذ حمدي. واشكر كل من تعاون معي في خروج هذه المذكره، ابتداء بالاخ مدير التربيه عبد الله شمل، ومقبل داعره وجميل زين وايهاب والشمعي، وانتهاء بالاخ بشير مدير اداره المتابعه لشؤون المعلمين، والاخ فواز. نعم، اذا استاذ حمدي ساترك لك المجال. ومطولي ومدير مكتبه مطولي. نعم استاذ حمدي. شكرا. نعم استاذ حمدي ابقى معنا، ساعود اليك. ولكن بعد أن أستمع لتعليق الدكتور ناصر المقرمي على ما سمعناه من الأستاذ حمدي، ما هو تعليقك دكتور؟ والله يا أختي للأسف الشديد هذه أحد المعاناة من أحد المدرسين. نعم. هذا الرجل أفنى حياته ويبدو على وجهه كبر السن بعد أن قضاه في تعليم الأبناء وتخريج الأجيال وتربية الأبناء والأجيال. الآن بعد السنين هذه كلها يعامل هذا الرجل الأستاذ حمدي عيدروس بهذه المعاملة السيئة. هذا شيء يحزن، هذا شيء يحزن كثير. أنا قبل أن آتي
إلى القناة، إلى موقع القناة في صلاة العشاء، رأيت مدرسا يتسول في المسجد. يا وزير التربية، يا وزير المالية، يا رئيس الوزراء، يا رئيس الجمهورية، المعلمون النازحين الآن يتسولون في الجوامع، ماذا تريدهم أن يفعلوا بعد ذلك؟ ماذا تريدهم؟ إلى أي مستوى سيصل؟ بل أن بعض المعلمين قد انتحر بسبب أنه لم يستطع أن يوفر لأولاده اللقمة. استحى من أولاده، استحى من اللقوف، من الأفواه المفتوحة التي تفتح في كل يوم تناديه: أبا نريد أن نأكل. ما بقي شيء. هذه قصة الأستاذ حمدي عيدروس، واحدة من المآسي، وهناك المآسي الكثير. لو جئتم إلى وزارة التربية والتعليم والتقيتم ببعض النازحين ستجدوا مآسي. لا ندري إلى متى سيظل هذا التحكم في هذا المعلم، ولماذا فقط المعلم؟ ألأنه يربي أجيال؟ ألأنه يصنع كوادر؟ ألأنه يربي وزراء؟ يعامل هذه المعاملة؟ ماذا تريدوا أن يربي؟ نعم، ماذا تريدوا أن يربي أيها الوزراء؟ ارجعوا إلى أنفسكم. نعم، نحن حاولنا التواصل. من لم يحترم معلمه ما احترم نفسه. نعم، نحن تواصلنا مع المالية والتربية يعني يظهر معنا أحدهم للتعليق، ولكن منهم من اعتذر ومنهم من قال سنرد ببيانات رسمية. هذا التجاهل المقصود من قبل الوزارتين لمعاناة المعلمين النازحين، كيف تفسره؟ ليس مستغرب، أنا لا أستغرب هذا وأنا كنت أتوقع أصلاً، يعني أتوقع أنهم لن يظهر ولا واحد. ليش؟ لأنه ما عندهم أي حاجة يقولوا. هذا الذي سيطلع وسيتكلم يعني يمكن احترم نفسه أنه كان طالباً عند هذا المعلم، كيف سيواجه أستاذه؟ خجل أن يواجه أستاذه فاعتذر، ما عنده شيء يقوله أصلاً. الأمر يعني الأمر واضح، الأمر في وزارة المالية وزارة التربية والتعليم، ما يحتاج إلى شيء. احنا كنا نريد الأخ وزير التربية والتعليم حفظه الله والأخ وزير المالية أسأل الله أن يهديه أن يأتوا ويجتمعوا بالنقابة ويروا إيش المشكلة. أما أن يصدر بيان في تاريخ 7/1/2020 الساعة 12:57 في الظهر، بيان يصدر الساعة 1 ظهرا، لماذا هذا البيان؟ يقول البيان أن وزير التربية والتعليم اشتكى إلى وزير المالية يخبره بأن المعلمين لا يداومون. يا سلام، يا وزير التربية، ألم نجتمع معك في يوم من الأيام وجئنا إليك بالمباشرات وقلنا لك هذه مباشراتنا، وأن بعض المدارس عندك تقول ليس هناك احتياج؟ 14,000 معلم لما ذهبوا إلى المدارس، أكثر المدارس قالت لهم ليس هناك احتياج. بل يوم الخميس الماضي، والأخ فواز موجود في مكتبه، جاء أحد المعلمين يقول جئت من مديرية الشيخ عثمان، ذهبت إليهم من أجل التوزيع وأخذ المباشرة، أنا كنت موزع ثم طلبوا مني إعادة التوزيع فجئت أطلب، فقالوا لي ليس هناك احتياج، اذهب إلى مكتب التربية. نعم. قال فذهبت إلى مكتب التربية فقالوا لا نستطيع أن نعمل لك شيء، اذهب إلى وزارة التربية. إلى أين يذهب هذا المدرس؟ لماذا تخدعون أنفسكم لجنة بعد لجنة لجنة بعد لجنة ومطالبات بمباشرات، والمدرس يذهب ويحضر المباشرة من المدرسة والمدرسة تقول له ليس هناك احتياج، ثم نأتي ونقابل وزير التربية ويقول لنا ليس هناك احتياج؟ طيب إذا كان ليس عندك احتياج يا أخي اصرف. هذا مدرس نازح مسكين جاء من ظلمات الحرب إلى أرض عدن، الأم الحنون الذي تحتضن كل أبنائها، جاء إليها. نحن نأمل طبعا من الجهات المعنية بمشاكله، سواء وزارة التربية أو وزارة المالية، الالتفات بجدية لمعاناتكم والاستماع لصوتكم من خلال برنامج المساء اليمني. شكرا جزيلا لك دكتور ناصر المقرمي، عضو الهيئة الإدارية لجمعية المعلمين النازحين والمنقولين.
كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، وأعود لضيفي عبر الهاتف الأستاذ حمدي. أستاذ حمدي، أود أن يعني أسمع منك رسالتك المباشرة للجهات المعنية، ما الذي ستقول لهم؟ أولا الأخ وزير التربية والتعليم يجب أن يقف معي في هذه القضية، فأنا موظف في وزارته، وأظن أنه لو علم بها سيقف بعيد، ما أظن أنه سيقصر. ثانيا الناشد رئيس وزير المالية سعد بن بريد الذي يعم عليه القضية ولا يريد أن تصل إليه، أن يبحث ويحقق في من أكل رواتبي، وهل الدولة تحتاج إلى رواتبي تسديد نفقاتها أم تصادر رواتبي؟ هل هي ممنوعات أو هي مخدرات كمصادرتها؟ للتحقيق أناشده بأن يصرف رواتبي ومستحقاتي كاملة، وكذلك أن يساوى الموظفين الباقيين من التربية والتعليم بصرف علاوة 30% أو زيادة 30%، وكذلك نرجو منهم صرف رواتب حق 2017 المعلقة عندهم. هذا وشكرا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ حمدي عيدروس المعلم النازح من صعدة، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. وتنضم معنا الآن عبر الأقمار الاصطناعية أيضا الأستاذة ابتسام حسن هاشم، وهي ممثلة القطاع النسوي لجمعية المعلمين النازحين من عدن. مساء الخير أستاذة ابتسام. أستاذة ابتسام مساء الخير، تسمعينني الآن؟ أيوة أسمعك، مساء النور. أهلا بك أستاذة ابتسام. التربويون الفارون من جحيم الميليشيا وانصدموا للأسف بإهمال الشرعية، نود أن نسمع منك كيف هو وضعكم بشكل عام. الوضع لا يوصف يا ابنتي، نحن في مأساة في سبب الوضع هذا. نعم أستمع إليك. تسمعينني أستاذة ابتسام؟ نعم، إذن نذهب لفاصل لمعالجة الوضع ونعود إليكم مشاهدينا. مشاهدينا الكرام نعود إليكم، ومعنا عبر الهاتف الأستاذ محمد العزيزي الناشط في ملتقى الموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير سيدتي، ومساء الخير على كل المشاهدين لقناة بلقيس الفضائية. أهلا بك أستاذ محمد. أصدرتم بيانا حول انقطاع مرتبات موظفي الدولة، نود أن نسمع منك أبرز ما ورد في هذا البيان. في البداية دعونا نطرح بشكل موجز معاناة الموظفين اليمنيين منذ سبتمبر عام 2016 وحتى اليوم. في شهر سبتمبر 2016 تم قطع مرتبات الموظفين الدولة اليمنية، وبسبب انتقال البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن. بعض الموظفين نزحوا من المحافظات
التي تقع تحت سيطرة عصابة الميليشيات الحوثية الإيرانية إلى المحافظات المحررة كالعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات كتعز وطالع ولحد وحضرموت وشبوة وأبيان وغيرها من المحافظات والمديريات المحررة. ناظرنا في بداية الأمر مع حكومة الدكتور أحمد بن دغر واستطاع مجموعة من الموظفين والأكاديميين النازحين انتزاع حقوقهم عبر لجنة شكلت من وزارتي الخدمة المدنية والمالية لاستقبال الموظفين النازحين عام 2017، واستمرت هذه اللجنة تعمل بشكل متقطع حتى تاريخ 15 مارس عام 2018. هذه اللجنة برغم كل الشوائب التي عاب عملها إلا أنها استطاعت أن تنجز الكثير من تسجيل الموظفين النازحين وصرف مرتباتهم منذ عام 2017. للأسف الشديد حصل هناك بعض الانتكاس من بعض فيروسات الفساد في الحكومة الشرعية في وزارتي المالية بالذات والتربية والتعليم على شكل بشكل خاص. هذه الصعوبات وهذه الانتكاسات تمثلت بمصادرة بعض مرتبات الأشهر. مثلا عام 2017 تم مصادرة 4 أشهر من شهر سبتمبر وحتى شهر ديسمبر لم تصرف، وأصيبت العملية الصرف من بداية عام 2018 حتى شهر نوفمبر من هذا العام، وتم إيقافها بشكل كلي سواء على الموظفين النازحين أو الجهات التي تم اعتماد صرف مرتباتها من الحكومة الشرعية. بالطبع كان هناك مبرر لإيقاف استقبال الموظفين النازحين عبر اللجان اللجنة المشكلة في 15 مارس 2018 بمبرر أن الحكومة لديها توجه عام لصرف مرتبات موظفي اللجنة موظفي الدولة حسب القطاعات الوظيفية المختلفة مثل قطاع الصحة، الجهاز المركزي للنقابة والمحاسبة، وزارة العدل، اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. وبدأت بالفعل الحكومة تصرف المرتبات منذ يناير عام 2017، لكن للأسف الشديد الحكومة بدأت في حكومة الدكتور معين عبد الملك تتأنى بها، إلا أنها بدل ما تكمل إجراءات الحكومة السابقة إلا أنها بدأت تعرقل صرف مرتبات بعض الجهات. فمثلا وقفت مرتبات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء منذ شهر إبريل عام 2018 أستاذ محمد 2019 بحد. نعم، سأعود إليك للاستماع لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة، ولكن اسمح لنا أن تنضم معنا أيضا الأستاذة ابتسام حسن هاشم، وهي ممثلة القطاع النسوي لجمعية المعلمين النازحين عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. مساء الخير أستاذة ابتسام. مساء النور. تسمعين الآن بشكل واضح؟ أيوة. نعم، إذا ونحن نستمع لك جيدا. أود أن أسألك بشكل عام أستاذة ابتسام، كيف هو وضع المعلمين التربويين بشكل عام الذين ذهبوا أو هربوا من جحيم الميليشيا وللأسف قوبلوا بإهمال الشرعية؟ والله الوضع يا أستاذة لا يوصف، لا نستطيع أن نصفه. نحن في وضع مأساة بمعنى الكلمة، وكل هذا بسبب أنهم انقطاع رواتبنا، ونحن في هذه المرحلة الصعبة، المعيشة صعبة، الناس يعني في حالتهم في مأساة لا نستطيع أن نتكلم عنها أكثر من كذا، غير أن نحن في مأساة، وهذه الكلمة لا توصف إلا بعد جدا ويعني بصعوبة جدا. نعم أستاذة ابتسام، كونك مسؤولة القطاع النسوي ربما تواجهكم مشاكل إضافية عن زملائكن من المعلمين المنقطعة رواتبهم، بحيث أن المرأة في هذا الجانب تتضاعف معاناتها ربما. حدثينا عن أبرز ما تعانيه المعلمة النازحة. المعلمة النازحة في عدن
طبعا عندها مسؤولية كبيرة غير التدريس ومسؤولية التوجيه وغير هذا، عندها مسؤولية أطفال، امرأة يعني تشقى من الصباح في مدرسة وتعود إلى البيت لا تستطيع أن تجد لقمة لأولادها، فهذه هي أكبر مأساة لها للمعلمة. معلمة أصبحت لا شيء في وضعنا الحالي. نحن اشتغلنا وعاملنا، أنا عندي خدمة 46 سنة في التربية والتعليم، وحتى هذه اللحظة لا نستطيع نجد رواتبنا ولا تقاعدنا. نحن في يعني في ظرف لا نستطيع أن حتى نصفه للآخرين. الوضع الحالي هو ما يصف نفسه. نعم، إذن أستاذة ابتسام، الكثير من الوعود والكثير من القرارات التي صدرت بحق المعلمين النازحين، ما الذي تحقق منها؟ لا شيء، لم يتحقق شيء. نحن عملنا وقدمنا وعملنا كل ما بوسعنا نقدمه لهذا الوطن الحبيب. نحن ربينا أجيال، أنا من درس وزراء حاليا في مناصب وزراء، هناك وزير درسته من المرحلة الرابعة ابتدائي، وحتى هذه اللحظة لا أجد حتى شهادة تقدير من وزارة التربية والتعليم. 46 سنة في الخدمة، أنا تعينت في 1973، وحتى هذه اللحظة لا أجد راتبي، لا أريد منهم شيئا غير سوى راتبنا ولقمة عيشنا للمدرسات التعبانات. هناك مدرسات يعانون من صعوبة مواصلات من مدرسة لمدرسة، يعني من منزلهم للمدرسة لا يجدون مبلغ اللي يوصلهم لهذا المدرسة. فمن أين نأتي؟ من أين نأتي بالمبالغ هذه؟ هل نشحت؟ نحن النساء رأينا مأساة رجال معلمون في شوارع، يعني من يتسول ومن يطلب لقمة عيش لولده ومن يمسح سيارة، يعني هذا شيء لا يطاق يا أستاذة، لا يطاق. نعم أستاذة ابتسام، يعني فأين وزير التربية؟ أين وزير المالية؟ أين رئيس الجمهورية في مأساتنا هذه؟ نعم أستاذة ابتسام، بالنسبة للمعلمة النازحة، هل تم استيعاب جميع المعلمات؟ كم عددهن؟ هل تم استيعابهن كاملا؟ لم يتم استيعابهم كاملا، فقط البعض القليل ممن يتواجدوا في مدارس تعاون مع كم عدد هؤلاء المعلمات؟ أكثر من 1000 معلمة، أكثر من الألف أو 2000. نعم. من غير يعني توظيف أو تقريبا طلبوا منهم البقاء في منازلهم حتى يتم استيعابهم. البعض القليل من تم استيعابهم لا يتعدى حتى 20 معلمة، الذين هم بحاجتهم في هذه المواد العلمية وغير كذا. نعم. إذا أستاذة ابتسام ابقي معنا، سأعود إليك لأعود لسؤال الأستاذ محمد العزيزي. كنت سألتك أستاذ محمد حول أبرز ما جاء في البيان الذي طرحته، ما هي مطالبكم فيه؟ كنا تكلمنا سلفا على أنه ما يعني وقفت عمل اللجنة النازحين بسبب أنها ستصرف المرتبات موظفي الدولة حسب القطاعات كقطاع الصحة وغيرها، إلا لأنه للأسف الشديد في عام 2019 بدأ الالتفاف على هذا التوجه بإيقاف مرتبات بعض الجهات مثل اللجنة العليا للانتخابات، كما أطلقت مبرر الانتخابات التي حصلت في صنعاء. فبالله عليكم، هل يستطيع موظف ضعيف يعني تحت مطرقة الجوع وفنجان سيف الميليشيات في المحافظة التي تقع في سيطرته أن يقاوم هذه الميليشيات؟ فتم إيقاف مرتبات موظفي اللجنة العليا للانتخابات بهذه الحدة، ثم مرتبات الموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة المحافظات المحررة النازحين للأمانة بحجة ان بعضهم غير مداوم في مدارس المحافظة العاصمة المؤقتة عدن من قبل امين العاصمة. الشيء وحتى نتفاجأ في قبل شهرين في يعني انه تم ايقاف
مخططات مرتبات الموظفين النازحين وكذلك القطاعات التي كانت تصرف من الحكومه الشرعيه وكذلك مرتبات المحافظات المحرره كمحافظتي الحديده وتعز وبعض المديريات المحرره في المناطق التي لا زالت في المحافظات التي لا زالت تحت سيطره الميليشيات الحوثيه بحجه انه الميليشيات الحوثيه اوقفت التعامل بالعمله او بالطبعه الجديده من العمله اليمنيه. هذه كل المبررات وهي للالتفاف على حقوق الموظفين اليمنيين. نحن اصدرنا بيان يشرح الاسباب والمسببات التي تدرع بها وزاره الماليه وبعض الجهات كالتربيه والتعليم وغيرها، وايضا طرحنا مبادره لحل هذا الاشكال بين الحكومه اليمنيه وموظفيها للاسف الشديد. وقلنا وطرحنا في هذه المبادره انه اولا مرتبات الموظفين النازحين والمحافظات المحررات الحديده وتعز وغيرها من المديريات. نتمنى ان يتم العمل بهذه المبادره. شكرا جزيلا لك محمد العزيزي الناشط في ملتقى الموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. أستاذة ابتسام، حين نتحدث عن معلم نازح يعني أنه يحتاج إلى سكن يتوفر له، لجهة يمارس فيها عمله، لراتب يستلمه، كيف تمارسون أو يعني تلبون هذه الاحتياجات بالنسبة للمعلمين النازحين؟ والله نلبيها بصعوبة جدا. لدينا مسؤوليات إيجارات منازل، بعض طبعا الناس بعض ملاك المنازل يستوعبوننا وينتظرون مننا معاشات ولديهم الانتظار، وبعض يا أستاذة لا يعلم بها إلا الله. ناس طبعا اضطرت للخروج من السكن بسبب هذه المطالب ونحن بدون رواتب. نحن نطالب رواتبنا شهريا ونطالب كذلك إعانتنا، نحن نطالب بتسوية أوضاعنا ونقلنا ماليا وإداريا. نحن بدون يعني ما كأننا عملنا شيء للجمهورية اليمنية العدن في عدن في الجنوب والجمهورية العربية اليمنية بشكل عام. فلدينا مطالب كثيرة، نقلنا ماليا وإداريا، صرف رواتبنا شهريا، استحقاقتنا كاملة، والثلاثين في المئة المقطوعة من عننا لديهم ثلاثة أشهر متأخرة من 2017 لم نستلمها. لدينا استحقاقات كثيرة لدى وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم، المطلوب منهم صرف كل مستحقاتنا والنظر إلى المدرسين المحالين للتقاعد وتسوية أوضاعهم ماليا ونقلنا ماليا واداريا في حال في وضعنا الحالي. اذا استاذه ابتسام، ما هي رسالتكم ولمن توجهينها؟ اول نوجهها لرئيس الجمهوريه الاستاذ عبد ربه منصور هادي، ثم نوجهها الى وزير التربيه والتعليم المسؤول الاول والاخير لدينا علينا، ثم نوجهها الى وزير الماليه. كفى لعبنا، نحن في هذا السن أدينا ما يعني واجباتنا كاملة، لن ننقص شيء منها، فعليهم تلبية أوضاعنا وتسوية أوضاعنا وصرف رواتبنا حتى نستطيع العيش بكامل صحتنا وقوتنا لأولادنا وأولاد أولادنا. ونطالب أن يعيش المدرس بأمن وأمان ويجد كل ما لديه من واجباته تأدية كاملة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذة ابتسام حسن هاشم ممثلة القطاع النسوي لجمعية المعلمين النازحين، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، ونأمل من المعنيين الاستماع لمناشدتكم ولرسائلكم. شكرا لكم أيضا متابعينا لمتابعتكم لهذه الحلقة من المساء اليمني، لأن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.